هذا اللقاء الهدف هو تقديم التجربة المغربية في مجال الماء اللي هي تجربة رائدة حسب البنك الدولي وكل المؤسسات الدولية بفضل بالطبع التوجيهات الملكية السامية اللي أعطت لهذا القطاع واحد المنظور مندمج لفعل البعد المرتبط بتعبئة المياه من خلال السدود، لفعل البعد المرتبط كذلك بتعبئة المياه من خلال تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، لفعل البعد كذلك ديال الربط ما بين الأحواض المائية، والبعد المتعلق بتدبير الطلب من خلال تحسين النجاعات المائية، والبعد المرتبط كذلك بتدبير المياه الجوفية من خلال عقود الفرشة. واليوم من خلال هذه التجربة فستكون فرصة كذلك لتقديم ما نقوم به كذلك في الدول الإفريقية من إنجازات في هذا المجال، وبالطبع هنالك جائزة الحسن الثاني للماء، هي أكبر جائزة على الصعيد الدولي في هذا الإطار، فستكون فرصة كذلك لتقديم التصور الجديد لهذه الجائزة.